من أرض السلام خرجت رسالة مصرية خالصة صاغها منتدى شباب العالم بأن الحوار هو حق أصيل للجميع والتواصل غاية بين الشعوب. رسالة أخرى كانت حاضرة على المنتدى ومنذ اليوم الأول لانطلاقه، المرأة وقضيتها، وظهر ذلك بوضوح من خلال المتحدثين في الجلسة الافتتاحية للمنتدى التي كان أغلب المتحدثين فيها من السيدات. الجلسة الافتتاحية التي تناولت تجارب لنماذج نسائية كانت شاهدة على سرد مأساة الفتاة الأيزيدية لمياء حجي التي ظلت في أسر تنظيم داعش الإرهابي لمدة أشهر. لمياء بحديثها الذي عكس معاناتها ومعاناة أخريات كنا في قبضة داعش وما زلنا، كشفت عن أحد أبرز قضايا منتدى شباب العالم وهي قضية العنف ضد المرأة، العنف الذي قد يمارس بحقها بأشكال مختلفة من بينها التحرش وغيرها. قضية أخرى تتعلق بالمرأة وتتصدر أجندة منتدى شباب العالم وهي تمكين المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يسهم في تغيير النظرة المجتمعية إلى المرأة في مجتمعاتنا، هذا إلى جانب مناقشة دور المرأة في دوائر صنع القرار. المرأة غدا وقضاياها حضرت وبقوة على منتدى شباب العالم، الأمر الذي يترجم على أرض الواقع من خلال إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العام الجاري هو عام المرأة المصرية، وهو إعلان عكس دعم القيادة السياسية واهتمامها بالمرأة المصرية خاصة مع ذكرها في كافة خطاباته وتأكيده على دورها المحوري في الحفاظ على الوطن وتصحيح المسار، بل ومشاركتها الفاعلة في جميع الاستحقاقات. ولعل الدعم الذي توليه الدولة المصرية للمرأة يحملها مسؤولية كبرى في أن تترجم ذلك على الأرض من خلال تعزيز دورها مجتمعيا وسياسيا، والانتخابات المحلية القادمة هي اختبار صريح لذلك ودليل على قدرة المرأة في الوصول إلى الشارع المصري وقنص فرصة ذهبية وفرتها المرحلة الراهنة، فرصة إثبات الذات والتعبير عن قضاياها بكل قوة بلسانها، هذه المرة لا عن طريق آخرين. برحب بكم مجددا، وصلنا معكم لآخر فقراتنا الحوارية في هذا الصباح، وكما استمعنا في التقرير السابق هي عن دور المرأة في مراكز صنع القرار في العالم، وهناك جلسات مخصصة لهذا الأمر يتم مناقشتها في منتدى الشباب العالمي بشرم الشيخ. لو اتكلمنا عن المرأة المصرية، بالفعل هناك اهتمام من القيادة السياسية بفكرة تمكين المرأة، تم تخصيص عام 2017 عام للمرأة، هناك 26% تقريبا من المناصب القيادية بتتولاها المرأة، أكثر من 43% من الجهاز الإداري هم من الموظفات السيدات المرأة المصرية، وبالتالي هناك دور كبير بالفعل للمرأة المصرية، هناك 4 وزيرات، هناك عدد من نائبات المحافظين، أيضا هناك عدد من النواب يتخطى 90 نائبة، يعني إذن هناك اهتمام بالفعل للمرأة، وهناك يعني تأكيد على أهمية تمكين المرأة وإعطاء الفرصة لها أكثر في مراكز القرار. أهمية هذا الأمر وما هي جهود الدولة، ما هو المنتظر أيضا خاصة في ظل استراتيجية مصر 2030 الخاصة بالمرأة وأهم المحاور التي تتركز عليها، كل هذه النقاط وغيرها سنناقشها مع ضيفتي الكريمة في هذه الفقرة، الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نائبات قادمات ومستشار المجتمع المدني بالصندوق العالمي للتنمية بالأمم المتحدة. برحب بحضرتك دكتورة ناهد. أهلا بك. يعني اسمحنا في البداية أن ننطلق من منتدى الشباب العالمي، وهناك جلسات خاصة بالمرأة، الرسالة من وراء هذا الأمر في ظل هذا المنتدى العالمي وحضور الكثير من الوفود العالمي؟ طبعا دي رسالة للعالم الخارجي كله بدور المرأة المصرية، إلا إذا كنا نقول أن المرأة المصرية أصلا موجودة في العصور القديمة والوسطى والحديثة، لكن هي كانت في من 1970 مهمشة، كانت ضيف شرفي، إلى أن الآن المرأة موجودة وموجودة بقوة، والرئيس اهتم بالمرأة المصرية وعمل عام 2017 عام المرأة المصرية، مش المرأة بس، المرأة والشباب يعني. وده رسالة بنصدرها للعالم إن مصر امتداد للحضارة، امتداد للجين. احنا عندنا عشان نقول احنا تاريخ، امتداد للتاريخ المصري،
امتداد لدور المرأة المصرية، امتداد لدور الشاب المصري. فعايزة أقول إن المنتدى ده وضح ما تم من إنجازات في الفترة السابقة كلها. ده صدرناه للعالم إنه مصر الحمد لله في الوصول إلى أنها تكون فعلا زي ما وعد الرئيس ووعد وصدق أن مصر هتكون قد الدنيا. طب لو كلمنا كمان دكتورة نايد عن الخطوات بقى اللي احنا واخدينها على أرض الواقع لتمكين المرأة في المناصب القيادية في مختلف المجالات، انت شايفاها ماشية في الطريق بمعدلات كويسة ولا احنا ما زال؟ لا أكيد طبعا، احنا عندنا يعني من النساء 4 وزيرات زي ما حضرتك ذكرت، وعندنا في البرلمان 90 امرأة فيما فوق يعني، وكل يعني معظمهم ليهم تواجد على الأرض وعمل فعلا بجدية. واحنا كمؤسسات مجتمع مدني برضو بنعمل على تمكين المرأة وبنعمل على امتداد ذكر اسم المرأة بالذات، وباعتباري بجوب جميع المحافظات والقرى والنجوع. يعني مش هنقدر نقول دلوقتي ان المرأة الصعيدية او المرأة الفلاحة مش متمكنة او مش مشاركة او مش متعلمة، لا دلوقتي احنا الحمد لله. يعني انا رحت جامعة جنوب الوادي، يعني عايزة اقول لك فخر للبنت المصرية، واقفة بتناقشني في المؤتمر في الجامعة، يعني حضارة وعلم وثقافة وبتتكلم بالعلم والبينة، وغيرها واقفة بالكاميرا التصوير على كتفها بتصور. ادي المرأة الصعيدية، ادي الفتاة الصعيدية، دي الفتاة اللي الرئيس تبناها فعلا ووفر لها كل السبل المتاحة على ان هي تشترك في صنع القرار. فأنا بصفتي مستشار المجتمع المدني يعني وعاملة مبادرات كتير وبجوب بيها جميع المحافظات، بقابل يعني بشوف بدخل القرى والنجوع. الحمد لله دلوقتي في ثقافة في علم. أنا بعمل للمرأة المصرية كمان دورات تثقيفية وتوعوية بحيث أن المرأة خلاص يعني كده خلاص يعني فعلا اتمكنت من كل المناصب. طب احنا بنتكلم كمان عن الفكرة اللي هو التعاون، يعني حضرتك ممثلة لإحدى منظمات المجتمع المدني اللي هي موجودة بتنشط في مجال المرأة، عندنا المجلس القومي للمرأة وهي الجهة المسؤولة عن هذا الأمر. فكرة التعاون بين هذه المؤسسات الحكومية وبين منظمات المجتمع المدني بحيث ان احنا بنحقق الأهداف المرجوة وتحقيق الأهداف اللي بتطمح ليها استراتيجية مصر للمرأة 2030. طبعا أنا أما أجي أتكلم بقى على المجلس القومي للمرأة وأقول الاستراتيجية المحطوطة أو قالوا الاستراتيجية الموجودة لتطوير دور المرأة، طبعا واضح وملموس لدى العالم كله، ومؤسسات المجتمع المدني برضو دورها ملموس وواضح للعالم كله. احنا بنعمل جاهدين على تطوير استراتيجية عايزة أقول لحضرتك دور المرأة في التمكين في جميع الاتجاهات، مش التمكين اقتصادي بس، لا احنا يعني في الثقافة وفي العلم وفي البحث العلمي. المجلس القومي للمرأة بيعمل محاضرات بيعمل ندوات، احنا كمؤسسات مجتمع مدني بنعمل على تثقيف المرأة وعيها وتمكينها اقتصاديا، وبنعمل لها دورات وبنعمل لها توعية وبنعلمها حرفة للمرأة المعيلة، بنشتغل كمان للمرأة المعيلة للبنات الخريج المعاهد المتوسطة، يعني بنحاول نعمل لهم دورات تثقيفية وبنعمل لهم تدريبات وبنعمل لهم ورش عمل، بنعلمهم 5 حرف ب5 مهن. يعني دور المجتمع المدني ودور المجلس القومي ودور الدولة الخاص بالمرأة لا غبار عليه في الوقت الحالي. الحمد لله أثبتت المرأة وجودها، وزي ما حضرتك قلت احنا عندنا ما شاء الله 4 وزيرات، والـ4 وزيرات أثبتوا وجودهم وبرضو تبنوا مشاكل المرأة.
تمام. لكن البعض كمان دكتورة ناهد يطالب ان يعني احنا كنا بنتكلم بالارقام لكن 26% تقريبا تمثل المرأة في المناصب القيادية. البعض بيقول لك احنا عايزين نوصل ل 50% ويمكن كمان في المجلس القومي للمرأة اكدوا على هذا الامر. يعني هي الفكرة ديت يعني اهميتها في الفترة المقبلة في ظل مثلا ما تحقق. شفنا عندنا كمان محافظة البحيرة المهندسة نادية عبده، وبرضه يعني في تغير، عندنا قاضيات، عندنا رئيس هيئة النيابة الإدارية، عندنا غير ذلك. هي دي ده امتداد يعني تعزيز لدور المرأة بالفعل في المناصب القيادية. ايوه فعلا يا فندم، ما هو ده امتداد الحضارة المصرية. احنا اصلا حضارة 7000 سنة. يعني ده امتداد للحضارة المصرية، وجود المرأة وتمكينها. يعني احنا بنقول صح 27%، لكن احنا اعلى دولة كانت 26% في تمكين المرأة. احنا الوقت تخطينا الحمد لله 27، ونأمل بنأمل نكون 50%. بس احنا برضو بطبيعتنا مجتمع يعني بيتبع العادات والتقاليد. انا عن نفسي مش هقول احنا مجتمع ذكوري دلوقتي، بتهيألي الكلمة دي خلاص. لا خلاص الوضع يعني اختلف دلوقتي. لا الوضع اختلف يعني. تمام يعني في العهد ده. لكن انا عايز اقول لك انه كل انسان حتى في حياته الشخصيه بيطمح للافضل. يعني احنا ان شاء الله هنوصل، هنبقى 50% باذن الله في ظل القياده الحكيمه، وبالذات ان احنا كلنا سواء الشباب او المراه او ذو الخبره بصفه عامه بنعمل على قلب رجل واحد. طالما عندنا ايمان بالدوله ووطننا وايمان بمؤسسات البلد ان شاء الله باذن الله. طب احنا كمان دكتوره نال لو وسعنا الدايره واتكلمنا عن المستوى العالمي ودور المرأة بشكل عام في دوائر صنع القرار، ممكن ده العنوان الرئيسي اللي احنا بنتكلم تحت سياقه. في انت شايفاه عامل ازاي في بعض الدول، كمان بعض الدول الاخرى زي السعوديه مثلا؟ احنا شفنا بعض القرارات مؤخرا اللي هي بتعطي فرصه للمرأة لقياده السيارات عندنا في الامارات، عندنا في بعض الدول الاخرى سواء الاوروبيه سواء الاجنبيه الاخرى، الولايات المتحده وغير ذلك من الدول. انت شايفه التعامل او وضع المرأة بشكل عام ازاي، واحنا وضعنا احنا في مصر عامل ايه مقارنه؟ لا احنا خلاص احنا تخطينا خلاص يعني. لا بس انا عايز اقول لحضرتك اتفضل، يعني بلاش نظلم برضو المرأة ظلم مبين. احنا عندنا المرأة في العصور القديمة يعني عندنا يعني لا نبخس بالمرأة المصرية اللي كانت أول عالمة ذرة سميرة موسى. كان عندنا أول ملكة لقبت باسم ملكة الملكة ميريت، واسمها يجوب جميع محافظات القاهرة للآن. وعندك أول قائدة سيارة طيارة هدى شعراوي جمعت الفلوس واشترت لها طيارة خاصة اللي هي لطيفة النادي أو لطفية النادي. عندنا أول دكتورة في نساء وتوليد دي كانت من وليد طنطا سيلانا سيداروز، وتعلمت وحصلت على الدراسات العليا لدرجة أنه الجمعية الأمريكية قالت يعني نص صريح أن ثلث نساء مصر تستحوذ على التقدم العلمي. ده شهادة يعني. لكن لما نيجي نقول هي همشت شوية زي ما قلت لحضرتك، لكن الحمد لله استردت وضعها وبقت المرأة المصرية ليها وجود وليها كيان وليها اسم وليها الحمد لله. احنا عندنا دلوقتي وفد من الأمم المتحدة ومجلس الأمن بقيم دور المرأة، وزي ما حضرتك شايف المرأة موجودة بنسبة ل نحسد عليها يعني. طيب بالنسبه كمان لحملات التوعيه بقى كمان يعني، يعني في بعض المناطق اللي احنا محتاجين ان احنا كمان نوصل لها سواء من وسائل الاعلام سواء من الحملات الميدانيه اللي هي موجوده لنوعي بدور المراه، اهميتها، تعليمها، تثقيفها، وخاصه كمان ان كان في حملات مؤخرا ان في يعني كثير من السيدات ما لهمش حتى بطاقه وما لهمش حاجات زي كده، فكان برضو في حملات توصل لهذا الموضوع. دورنا احنا بقى كمؤسسات مجتمع مدني، دورنا كمؤسسات دوله مسؤوله عن هذا الامر، ازاي احنا نتفاعل مع هذه الموضوع؟ انا بقول لحضرتك انا لسه جاية من حلايب وشلاتين. طبعا هناك كان عندي مبادرات توعوية وتثقيفية ومكافحة الإدمان ومكافحة الإرهاب ومكافحة الإلحاد، لأن دي ظاهرة واضحة وبين طلاب الجامعة دول. أنا يعني بقولك أنا بلف جميع القرى والنجوع في سينا، في شمال سينا عندي هناك مؤسسة مجتمع مدني، عندي أعضاء هناك. اشتغلنا أولا في التسرب من التعليم،
اشتغلنا البنات بالذات يعني. نعم. اشتغلنا ما كانش عندهم بطاقات ولا عندهم ساق وثيقة زواج ولا شهادات ميلاد، طبعا ساعدنا في الكلام ده كله واشتغلنا كمؤسسة مجتمع مدني استخراج البطاقات والوثيقة. ما كانش فيه كلام ده خالص، حتى الطفل كان يسجل بدون شهادة ميلاد ولا كان في وثيقة عقد زواج. دلوقتي الحمد لله كله سواء في شمال سيناء أو في جنوب سيناء، لفينا من الأقصر لأسوان لأسيوط لإلمن لقنا، فكل دي الحملات دي بنوصل بيها إن إحنا نرقب المرأة والشباب ونرقب عصب مصر، وبالذات إن إحنا بنقابل حروب الجيل الرابع والخامس يعني ودهم يقضوا على عصب مصر، عصب مصر اللي هو شباب مصر المصريين بصفة عامة، فعايزين يقضوا عليها بحرب الفتن والإشاعات، حرب الهجرة الغير شرعية، ده برضو ممنهج ومبرمج للقطة وللصورة. لكن احنا عندنا، انا عايز اقولك عندنا شباب مبدعين ومخترعين، وبرضو في الرئاسة مهتم بالملف ده في المجالس المتخصصة للرئاسة، برضو مهتمة بملف المبدعين والمخترعين. عندنا اكتر من 3000 شاب وشاب مبدعين ومخترعين، وعندهم من الإبداع ومن التطور العلمي اللي يوصل بيه للعالمية. عايز أقولك إن الدولة ومؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بتعمل على قدم وساق طبعا في ظل الرئاسة الحكيمة طبعا، من أجل مش تمكين المرأة بس، تمكين مصر، تمكين مصر إلى أن وصلت الحمد لله. عندنا من المشاريع الملحوظة، عندنا العاصمة الإدارية وقناة السويس، وعندنا منطقة الجلالة والعالمية، كل ده الحمد لله لن يصدر إلا الصورة الحقيقية لأن مصر إن شاء الله وصلت قد الدنيا. طيب. باذن الله. خلينا برضه يعني تقييم للذات يعني اهم المعوقات ربما يعني في باختصار كده اللي هي ممكن بتواجه طريق تمكين المراه مثلا داخل المجتمع المصري. انا عايز اقول لحضرتك انا لما بدخل الكره والنجوع دلوقتي الارض ممهده للمراه. يعني الزوج نعم. الزوج دلوقتي عنده علم ويعني عنده من الثقافة ان هو يمكن. اولا المرأة، عايز اقول لحضرتك ان المرأة ما بتطلعش للعمل او بتبقى موجودة في المجتمع المصري الا باذن من الزوج والاخ والابن. تمام. والاب. فطبعا لا ننكر دور الرجل في تواجد يعني المرأة، هي مسؤولية مشتركة يعني. مسؤولية مشتركة طبعا، بس المرأة هي العصب أكيد، وهي نص هي الأم رئيسي في عملية التنمية والتقدم. عموما أنا بشكر حضرتك دكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نائبات قادمات ومستشار المجتمع المدني بالصندوق العالمي للتنمية بالأمم المتحدة. أشكرك يا فندم. أشكرك. ومشاهدينا الكرام، ننتقل بكم مرة أخرى إلى مدينة شرم الشيخ ومتابعة فعاليات منتدى الشباب العالمي مع الزميلة دينا. شكرا لك محمد، وبننتهز يعني الفرصة قبل دقائق من بدء أولى الجلسات في سواء كانت القاعة الرئيسية أو القاعات الأخرى الفرعية، وموجود دلوقتي معنا من مركز المؤتمرات في شرم الشيخ معالي وزير البيئة السيد خالد فهمي. معالي الوزير صباح الخير. صباح النور يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. النهاردة حضرتك بتشارك في الجلسة الخاصة بتغير المناخ، ودي سلسلة من المناقشات اللي تمت على مدار أيام انعقاد المؤتمر. موضوع حساس للغاية، في خلافات بين الدول النامية والدول المتقدمة، فأهمية هذه النقاشات برأيك ووجهة النظر المصرية كما ستطرح؟ وبصفة عامة القضايا البيئية هي قضايا من القضايا اللي بتستحوذ على جزء كبير جدا من النقاش في جميع الدول متقدمة ونامية. طبعا تغير المناخ حاجة كونية بتمس كل الناس، وبتمس كمان الأجيال القادمة، لأنها أساسا بتتكلم على ما يمكن أن يحدث في على 2050 و2080، وهي أساسا معنية بالمستقبل أكثر ما هي معنية بالحاضر. النهاردة احنا بتطرح هذه المشكلة،
فنتذكر ان في نفس الوقت مؤتمر تغير المناخ العالمي بيعقد في ألمانيا وبنناقش نفس هذه المشاكل. زي ما قلتي بحق ان هناك اختلافات في وجهات النظر ما بين الدول النامية والدول المتقدمة، والنهارده برضه هنشوف الشباب من الدول النامية ومن الدول المتقدمة يكون رأيهم ايه، ولكن برضه ينطبق عليها ما استخلصناه من الجلسات السابقة، وهو ان اذا كان عندنا اختلافات فاحنا عندنا نقاط كتير تجمعنا، وان احنا يجب ان نشتغل على النقاط اللي تجمعنا علشان فندم. يعني ايه اهم النقاط اللي في العالم يجمعنا؟ ان احنا كلنا بنعيش في عالم واحد، وان التغيرات المناخية اللي ممكن تنجم عن انبعاثات حرارية من دولة معينة من الممكن ان تؤثر على دولة اخرى بخلال اعاصير او جفاف او زلازل او مجاعات او الى اخره، وبالتالي نحن نعيش في كوكب واحد، والتغير في دولة هيأثر على وبالتالي هيكون في اثر. فاحنا بنعيش في بنعيش في عالم واحد، وبتتاثر الدول الناميه بالانبعاثات الخارجه من الدول المتقدمه، لكن المشكله في تحمل هذه الدول المتقدمه لمسؤوليتها عما يحدث في العالم، وهنا تكمن المشكله الاساسيه. هي طبعا زي ما سيادتك بتقولي، كيف يتحملوا هذه التكلفه؟ كيف نضمن ان احنا طموحات التنميه هنقدر نقوم بها بدون ما يكون للتغيرات المناخية أو أي التزامات للتغيرات المناخية تأثيرا علينا وعلى اقتصادنا؟ وبالتالي هذا هو نقطة الخلاف الرئيسية، من يتحمل التكلفة؟ هناك دول لم تتسبب في هذه المشكلة ولكنها تريد أن تنهض وأن تصل إلى مستويات الرفاهة اللي موجودة في العالم المتقدم، عايزة تضمن لأولادها فرص عمل، عايزة تضمن ارتفاع في مستوى الدخل وفي مستوى الصحة، وفي نفس الوقت ده حقها العادل، وفي نفس الوقت ممكن ان تمنع من ذلك او تحد او يحد امكانيتها من ذلك من خلال التكاليف اللي ممكن تتحملها للتحكم في انبعاثاتها. هذه نقطة خلافية اساسية، ولكن ممكن القضاء عليها من خلال تفهم الوضع الدول الاخرى لاحتياجاتنا والمساهمة معنا في نقل التكنولوجي، خاصة نقل التكنولوجيا ونقل الأموال حتى نستطيع أن نقوم بذلك. على سبيل المثال، إذا كان هناك تكنولوجيا جديدة تساعدنا أن نجعل اقتصادنا اقتصاد أخضر ونقلل الانبعاثات، من يدفع حقوق الابتكار؟ من هو الملكية الفكرية؟ كويس؟ ضروري حد يدفع الكلام ده عشان نقدر ناخدها من القطاع الخاص اللي هو جاي من دول متقدمة ونقدر إن احنا نستخدمها عندنا. سيادتك تلاحظي إن الطاقة الجديدة والمتجددة كان من أهم المعوقات ليها إنها غالية. بعد ما شلنا الدعم وبعد ما نزلت الاسعار بشكل جامد، طيب ما احنا في مصر نستهدف ان الطاقه الجديده والمتجدده توصل 42% من الطاقه المستخدمه لتوليد الكهرباء. صحيح، هيكون فيها حل لمشاكل كتير جدا، سواء زياده الطلب على الانتاج الكهربائي او حتى في انخفاض التكلفه، يعني المفروض انه اذا تم تعميم هذا النظام هيكون التكلفه منخفضه جدا ومفيده جدا للبيئه في ذات طبعا، وفي نفس الوقت كمان تشابكها مع قطاعات الاقتصاد الاخرى. نحن نريد ان ننتج هذه المعدات هنا، وبالتالي نعمق من الصناعه ويبقى في فرص عمل كتيره. اذا هناك نقاط ممكن ان نتفق عليها، لان التكنولوجيا الطاقه الغير متجدده عند الدول المتقدمه واحنا اكبر مستفيدين بها، اللي هيعود على الدول المتقدمه، وبالتالي في نقاط ممكن نلتقي فيها وممكن ان نتعامل يعني نشتغل فيها ونركز عليها. في نقاط هتبقى مختلفين عليها زي الفحم واستخدام الفحم، وهل نستخدم الفحم وامتى نوقف استخدام الفحم، هذه نقاط خلافية. ألمانيا دلوقتي داخلة في استخدام الفحم تاني، اذا الاهداف الوطنية بتغلب في كثير معين، فكيف نواجه ذلك؟ هل اذا كنت انت مش عايز الدول النامية تستخدم الفحم، هل انت مستعد انك تدفع الفرق بين محطة شمسية ومحطة الفحم وتساعدني وتساعد نفسك؟ هذا هو ما نتحدث عليه. طيب، لانه من ضمن اهداف المؤتمرات الشبابيه في مصر، وبالذات بما انه اول منتدى لشباب العالم، من المهم انه يكون في توصيات، وهذا هو المخطط له. فيما يختص بموضوع البيئه وجلسات التغير المناخ، هل نتوقع الخروج بتوصيات ما يمكن تطبيقها هنا في مصر؟ اعتقد ان من مجمل الجلسات حتى الان، مجمل التوصيات اللي موجوده، في اتفاق على توصيه وهي استمرار هذا المنتدى، وأن يكون هناك تكرار
لهذا الحوار. كويس، فدي اول توصيه. ده طبعا ينطبق على البيئه، ولكن في البيئه فيها خاصيه معينه، وهو ان يجب ان الشباب يتصل ببعضه ويفهم المشاكل هو كمان، لان كل الشباب هم اللي هيورثوا، هم اللي هياخدوا القرارات المستقبليه. ففي حاجه الى الكلام ده، في حاجه لفهم دور الشباب ودور المواطن في هذه المساله. العمليه مش عمليه يعني مثلا الطاقه والكهرباء. طب ما هو ترشيد الطاقه جزء اساسي جدا ان احنا نخفف الانبعاثات الحراريه، سواء كان في امريكا او سواء كان في موزمبيق او سواء كان في اسيا. ففي حاجات تجمع الشباب ممكن يشتغلوا عليها مع بعض، ودي النهارده هنستجليها ان شاء الله في الجلسه. يعني بشكر حضرتك جدا معالي وزير البيئه سيد خالد فهمي على وجودك معنا في برنامج هذا الصباح. شكرا، صباح الخير. شكرا. إذا مشاهدينا، كان هذا اللقاء مع وزير البيئة سيد خالد فهمي، وتحدث عن بعض النقاشات والتحديات التي تواجه العالم فيما يتعلق بموضوعات تغير المناخ. وهو ذكر في النهاية أنه ستكون هناك بعض التوصيات، لكن من المهم والتفاعل بين الشباب بشكل عام ونقشة القضايا المستقبلية، لأن هم القادمون كما ذكر الشباب. وبالتالي هذه الحالة من التفاعل هي حاصلة بالفعل، سواء في أروقة المنتدى قبل الجلسات أو بعد الجلسات وأثناء الجلسات، مناقشات ثرية ربما تنقلها وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي. في مناقشة التحديات التي تواجه الشباب بشكل عام في نقاط تجمع دول العالم وثقافات العالم المختلفة، يعني تستعد كما ذكرنا في البداية الآن القاعات لاستقبال أولى الجلسات الصباحية على مدى 3 جلسات بينهم استراحتين. ستمتد الجلسات النقاشية بين المتحدثين وبين المشاركين من الشباب، ونحن معكم ننقل كل ذلك على شاشة قناة نيل الأخبار. عودة مرة أخرى إلى زملائي في برنامج هذا الصباح، إلى أن نعود إليكم من جديد. شكرا لك يا الزميلة دينا ولضيفك الكريم وزير البيئة، وبالطبع تغطيتنا أيضا مستمرة لأروقة هذا المنتدى وأهم الجلسات مباشرة على قناة النيل للأخبار، وعلى رأس الساعة نشرة إخبارية مفصلة أيضا سيكون فيها المزيد من التفاصيل. وإلى هنا ينتهي هذا اليوم من برنامجنا هذا الصباح، على أمل أن يتجدد اللقاء، ودمتم في رعاية الله وأمن، وإلى اللقاء.